الله. النهارده معانا الاستاذه لميس احاسيس، بنوته حساسه فياضه المشاعر، بتصطاد عريس. لميس جايه تصطاد عريس، خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. خير تعرف بيك؟ ماجد. اصل بسمعهم بيقولوا كده في المسلسلات، انا بيقولوا مساء الخير، انما الصباح ليه رونق اخر. الصباح الخير. ايه؟ صباح الخير. يا لهوي تاني. صباح الخير. بص الباور اللي خدته من صباح الخير، جرينا صباح الخير دي يعني بتعمل معايا معجزات. يا ربنا يستر. وبالذات لما اسمعها حلوه كده، دي احلى صباح الخير سمعتها في حياتي كلها. ده حقيقي ولا؟ هو الشعر الابيض اللي عند حضرتك من قدام ده شبه بتاع جورج كلوني كده. ماله ده بجد ولا سبراي؟ سبراي. انا برضو احب الاهتمام بالنفس، شيء رائع يعني. انما حضرتك ما قلتليش اسمك ايه؟ محسن. محسن؟ محسن بس؟ محسن وعازب، محسن وخاطب، محسن ومتجوز. محسن ومتجوز. محسن وعازب. متجوز. حضرتك متجوز؟ هو ايه الموضوع يا باشا؟ مش مهم، في دواء كده بس احتاج من حضرتك شعرتين من راسك، واعمل لك دواء كده اسمه فشكالين، احطه لك في كوبايه ميه تشربه كل يوم الصبح كده عليه، هتنسى اسمك والله. خلي بالك بس، خلي بالك. وانا راضيه، انا تمام، انا كويسه. المهم بس ما تنساش كل ما تلاقيني كده ماشية باري قليل تقولي صباح الخير، فهقوم جاية مفرفشة. ممكن بس اخد الشعرتين بتاعت ما حضرتك عليك بعدين فيها عشان نعمل الدواء. في ايه الموضوع ده؟ عايزين مالك؟ مش لسه متفقين على الفشكالين؟ بعد اذنك يا باشا، بعد اذنك ما تمديش ايدك. اوكي محافظ، دي حاجة حلوة. وحضرتك برج ايه؟ ايه ولواء ايه؟ برج الزفت. سبحان الله. ممكن تخليكي في الطريق، انت طبيعيه ولا انت في حاجه في دماغك؟ حضرتك عارف ان انا كمان برج الزفت؟ لا انت تعبانه في دماغك باين عليك. لا تعبانه في قلبي، حضرتك من ساعه ما ركبت عملت لي واو في قلبي. ممكن نخلص نشوف طريقنا بعد اذنك؟ هنخلص ان شاء الله وهنوصل لكل حاجه حلوه، ونروح نتخطب ونتزف ونلبس ذهب، نعمل كل حاجة. انت بتحلمي؟ بحلم يعني وهحقق حلم ولا ايه؟ وحضرتك كده يعني شفت الأستاذة شادية وهي بتقول خطيبي حبيبي معايا؟ لا ما بشوفش شادية والله، انا بقوله نظرة ضعيف. حبيبي معايا بشوش بيقول وياي بحاجة جامدة قوي بجد. بعدين اسم محسن ده اسم لذيذ. بعد اذنك بس، بعد وجديد. دقيقة واحدة، انت بتسجلي صوتي عشان تسمعه؟ الله بجد ايه الحب ده؟ يا عم حب ايه وخارج ايه؟ هو في ايه يا استاذه بعد اذنك؟ وحضرتك رميت التليفون ليه؟ تليفون ايه وزفت ايه بس؟ لا ماما، وايه موضوعك؟ انا لازم اعرفك على ماما. ماما؟ فلازم تبقى اعصابك هاديه عشان ماما ما بتحبش العصبيين. وانا اقول لك في ايه؟ في ايه؟ انا عملت حاجه تضايقك؟ انا في ماما. الو؟ 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 ايه يا لميس؟ ايه يا ماما؟ ايه يا حبيبتي شكلك مبسوطة؟ مبسوطة قوي يا ماما. انا سامعة نفس راجل. لقيته يا ماما شبه جورج كلوني يا ماما. ذكرتي يا ماما. سلمي عليها دي بسرعة وتعالي، انتوا فين؟ ماما خدي سلمي عليها ماما عشان يجي. هاتيه هاتيه، اسمه ايه؟ اعزميه على الغدا ده، اسمه محسن. محسن هاتيه هاتيه. ايه يا محسن؟ الو الو، السلام عليكم. ايه يا حبيبي انتوا فين؟ حبيبي محسن، انا في الجنينه يا حاج. في الجنينه؟ طب تعالوا يلا بقى عشان انا هحضر الغدا. طب ما تجيلنا انت على الجنينه يا حاج. لا 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 لا، يلا تعالوا تعالوا، ابو لميس قاعد مستنيك يا محسن. يلا ابو لميس، انا هروح افرح قلبه. باي باي. اديني بابا يا ماما. هخليه يكلمك يا روحي. باي باي. باي باي. عارف انا إيه؟ انا اتمليت احاسيس بجد من ساعه المكالمه دي، بفكر اسمي نفسي لميس احاسيس والله.
انتي لميس احاسيس ولاقي عليكي لميس احاسيس بجد؟ اه والله، بس مفيش في قلبي احاسيس غير ليك. لا حول ولا قوة الا بالله، عشان كده يبقى لايق عليا. انا متجوز وعندي عيال على فكرة، مثنى وثلاث ورباع. ده كلام ربنا. زفت زفت زفت. انا عارفة انت مش تقبل يبقى فيه ثلاث، عشان انا وهي كفاية اكيد يا بيبي. وهي كفاية برضه اكيد طبعا، هي تكفي. ما ماشي، وهي بحر يحب الزيادة. فاش حاجة، انا مش بحر. فاش حاجة، فاش حاجة. الو يا حبيبي بابا. يا قلب بابا. انا ماما لسه مفرحانة حبيبتي. ايوه يا بابا انا جاية اهو. يا حبيبتي انا مستنيك. الله يبارك فيك يا حبيبي، الله يبارك فيك. يلا حبيبتي، ولاد عمك واقفين لك على الباب تحت مستنيينك. ونبي اه نزلي محمد ولا وقفوا لي في البلكونه. يلا الاثنين واقفين لك تحت. ماشي يا حبيبي، باي باي. باي باي. هو احنا رايحين فين؟ ما تخافش ما تخافش، انا هقول لبابا ان احنا بنشتري راجل مش هجيب حاجه. انا كده كده جاهزه من مجاميع، ابويا تاجر موبيليا قد التاني. لا والله، والله انا بنزل بس اصطاد بقى اتسلى بعربيتي. تاجر مخدرات بجد؟ اه ان طموحي كله المافيا صلعت. الله، كل احلامي كانت تتحقق في يوم واحد، شبه جورج كلوني وباد بوي. يا حلاوه يا ولاد. وانت هبله؟ اموت انا في الباد بوي. انت هبله؟ والنبي اموت في الباد بوي. انت باد بوي قوي ولا نص نص؟ انا حاسه انه قوي، مش عارفه تقريبا نص نص، بس باد بوي وخلاص. خلينا نلعب لعبه، عشان انا ايه بحب الباد بويز دول. ايه ده ايه ده؟ ثانيه واحده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايوه يا سلام. والله تعملي ايه؟ مفتاح بقى مع ماما هناك. ايه ده؟ احنا تحت البيت. ايه ده؟ احنا تحت البيت. ماما مين وبتاع ايه؟ يا محمد. 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 ويا محمد. محمد ابن عمتي جاي. خد بس. ايه الموضوع ده؟ لقد كانت دعابة. بصراحة كده عم. لقد كانت دعابة. صغيرة. بس انا ملحين شافل عليك البيت. هب بس ده كلامش بجد. خلاص خلاص، كلامش تقيل قوي. احنا اسفين نعورتك. شكرا، ربنا يخليك. قبلت هزاري صح؟ انا اسفه. جنان يا جدعان. معلش، بص هنا قول انك مش زعلان. زعلان؟ مش زعلان. قول كل سنه طيبين. كل سنه وانتم طيبين. وقول نذيع لو موافق يعني. انتاج في واو هنا عند الاستاذ محسن. نسيع. على فكره انا ما اسميش محسن، انا اسمي ماجد. طب وليه قلت لي محسن؟ ده اتعلقت بيك قوي يا محسن. اوكي شكرا يا محسن، كل سنه وانت طيب. قول نذيع. نذيع طبعا. شكرا يا محسن، كل سنه وانتم طيبين وحياتك بخير. بخير. صباح الاول. حضرتك لميس؟ اه انا. ازي حضرتك؟ عاملة ايه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. صباح الخير. تاني؟ صباح الخير. معلش يا فندم. صباح الخير. الله. يا استاذة مالك على الصبح. صباح الخير. مزيكا. مزيكا. هو ايه المزيكا؟ انا سامعة صباح الخير عبارة عن مزيكا. طب شكرا، ربنا يخليك، بس ممكن نشد شوية عشان انا مستعجل جدا بالله عليك. شكرا، ربنا يخليني. اه ربنا يخليك. يخليني لحضرتك. ربنا يخليك للدنيا كلها وللعربية والشركة وكل حاجة، بس نمشي عشان مستعجل. كل الناس في داهية، المهم يخليني لحد معين. مين؟ بيصبح عليا صباح حلو قوي. ربنا يخليه لك ان شاء الله، ربنا يتم بخير وتتجوزه قريب. لا لا لسه لسه لقيته. يعني حضرتك برج ايه؟ برج الميزان. ايه ده؟ سبحان الله. ايه؟ انا كمان برج الميزان. سبحان الله، والله العظيم يعني لا حول ولا قوه الا بالله. ممكن بقى نشد عشان انا والله تعبان ومستعجل. احنا متوافقين جدا. طب سبحان الله برضو، انا مستعجل. ممكن الله. نشد شويه. طب يا استاذ بعد اذنك، يا استاذ لميس يلا. مستعجل مستعجل جدا. انا معلش. طب انا بس حاسه ان باوري قليل وشحني قل كده. اه استسمحك في واحده صباح الخير. انا ممكن اسجلها لك وتسمعيها على الكاست هنا على فكره. يعني انا انت قلت ان انا نفسي اقوله من زمان. يعني ماشي حاضر. استسمحك يعني بس اسجل رقمك. بكسه قوي يا استاذ لميس والله. ايه بكسه دي؟ ايدي بكاسة. اه بكاسة جاية من الكلاحة. كلاحة؟ اه كلاحة. ننجز بقى عشان انا مستعجل. حلوة الكلاحة دي، كويسة يعني. زي القمر وعهد الله، وانا مش مصدق، بس يلا نمشي. يعني انا قلت لك قبل كده او حد قال لك قبل كده ان ملامحك حلوة قوي. هو انت بتهزري صح؟ اهزر ازاي؟ يعني ده نكشي ولا انت صباح الفل؟ يعني انا قاعد متقدر جنب حضرتك. استاذ صوصة. نعم؟ استاذ صوصة ما تلعبش بمشاعري اكتر من كده. وعهد الله ما لعبت في حاجة.
انا عايز امشي. حضرتك بتحاول تلعب فيها. ممكن طب نشد ونتكلم براحتك وقول اللي انت عايزاه، بس نلحق نروح بقى عشان استصاصة. انت معاك رخصه؟ حضرتك واخد رخصه قلبي من ساعه ما ركبت. يا الله وحيات امك امشي عشان انا تعبان وهقعد الله معايا. بصي هخر امشي. طب حته صباح الخير عشان صباح الخير. بص بشد ازاي. شفتي يا صباح أمر. الخير تاني كده والله صباح الخير. بعد ايه؟ بص يلا بص صباح الخير. هو انت تبقى تاني كده ليه؟ ممكن نمشي عادي ولا يعني بص قدامك؟ لا لما بتاثر بالمشاعر بعمل كده تلقائي. طب بصي قدامك عشان ممكن نلبس ونروح 60 داهيه وانا معيش بطاقه. لا انا بس بحاول اوريك ان انا شعري حلو مش كل البنات شعرها. لا بالله عليكي ما يعني ممكن تمشي عشان انا وعهد الله ما قادر يعني امشي. صوصة واسمح لي اقول لك صوصة بما ان احنا رفعنا الكلفة. رفعنا الكلفة؟ يعني براحتك قولي اللي انت عايزاه بس نوصل. حضرتك عايزنا ننزلها طيب ولا ايه؟ نزلي اللي انت عايزاه يا ست الكل. عايزين نمشي بقى ما تخليش بقى تخلى عليك. لا لا مش وقت ومش دلوقتي بس يعني معلش مش قادره. قولي صباح الخير كده. صباح الخير وحيات امك امشي. طب ما تجرب تقولي مساء الخير ممكن احبها اكتر. صباح الخير ومساء النبص وجود النخت وكل حاجه بكل اللغات. يلا يعني ايه مش ايه ده انت كمان مترجم؟ عشان مترجم؟ لا والله ما اشتغلتش مترجم على باب الله بس انجزي بقى بنركش كده هترفل. انت لغات؟ لا مش لغات انا سياحه وفنادق. بتفك الخط يعني؟ الله يبارك لك. سياحه وفنادق. يعني حضرتك بتعرف تعمل عصاير وكده؟ بعرف اعمل عصاير وكده. خير يا رب. الو يا روحي صوتك مبسوط قوي. لقيته يا ماما لقيته. مبروك يا قلبي مبروك. اسمراني يا ماما كده. الله عليك. صباح الخير دوبتني يا بنت. انا بحب السمر قوي. جدعه زي امك. ايوه يا ماما زغرتي يا ماما. مبروك علينا يا حبيبتي هاتي عشان ياكل من ايد امك احلى محشي. وبطي يا ماما. عينيا يا روحي. دكر دكر كده دكر بط. بصي يا روحي كل اللي انت عايزاه وحمام كمان. اديهولي اديهولي. كلم ماما. كلم ماما مين؟ ماما. هو يا جماعه انتوا ليه عشم سيئكم كده؟ ازيك يا اهلا. ازي حضرتك يا طنط عامله ايه؟ ماما يا فندم. ازيك يا ماما وكل حاجه بس يعني انا في حاجه حضرتك انا مش فاهمها. بس تعالى معايا عشان تاكل محشي. يا جماعه انتوا بتهزروا صح؟ يعني ده دي في ايه طيب؟ بنهزر؟ هزار ايه يا حبيبي؟ انا عامله كده دلوقتي محضر المحشي اصلا. محشي يا جماعه هو بجد ايه العشب اللي انت سايبه ده؟ تختار. انا ماسكه بزوعه. وانت ليه حضرتك معامله ان انا بنمسك امك كده؟ الله يبارك لك. مش طالبه قطع على الصبح. مشي بقى شويه بقى. ماما هو بس متعصب شويه ما بيحبش يتكلم في التليفون. هديه. قفلت في وشي. اكيد زعلت منك بس انا هرضيها. امك زعلت مني انا؟ ايوه. ليه ان شاء الله؟ عملت ايه انا؟ مش انت هتبقى جوز بنتها؟ جوز بنت. بقول لك ايه يا ستي لميس انت. وما بقول لك ايه بعد اذنك اتحركي وانجزي كده عشان مش طالبه قطر على المس. مصطفى انا مش قادره اخبي عليك. انا احاسيسي كلها اتحركت تجاهك. احاسيس بفكر اسمي نفسي لميس احاسيس من كتر ما انا حبيتك. وحياة امك. وحياتك انت. بقول لك ايه الله يبارك لك. انا خلاص مش هحلف غير بحياتك. طب يعني اي حد عايز مني حاجه غاليه اقول له وحيات صوصه. ما تنزلينا على جنب احسن عشان ننجز المشوار المقرف ده عشان اتخنقت. مشوار مقرف؟ مقرف. اتخنقت صح. يلا نروح ناكل محشي وبط. يا ست انت محشي وبط ايه بالله يا بقى؟ خلي بالك بس من الطريقه. الله يبارك لك بقى. خلي بالي من الطريقه. انت عارفه انت ماشيه ازاي اصلا ولا انت هتتولينا ولا جاتك القرف؟ مش قادره تترفع من عليك يا صوصه. يا ست الكل الله يبارك لي. يخرب بيت ام التليفون. الو يا حبيبي بابا. يا روح قلبي يا بابا قول لي مبروك يا بابا. يا حبيبتي مبروك. يا حبيبتي قول لي مبروك تاني يا بابا. مبروك يا حبيبتي. احنا مستنيينك اهو. خلاص جهزتوا بس الاكل؟ يا حبيبتي. بابا مش عايزك تتكي عليه في الاتفاق. مستنيينكوا تحت بس يلا بقى بسرعه احنا مستنيين. مش عايزك تتكي عليه في الاتفاق يا حبيبي عشان ايه احنا بنشتري. تتكي على مين يا مدام؟ لا يا حبيبي يلا يا اسطى. خير يا ابني. انا مستنيك اهو بسرعه بس. حبيبي يا بابا ماشي انا جاي على طول. باي باي. جامده جدا وجايه وخايف. صاروخ. صاصة. نعم. انا عايزك توعدني وعد. اتفضلي. ممكن بعد ما نتجوز نروح نصيف في الساحل. هو مين ده اللي بقول لك ايه بطلي هطل بقى على المسا بقى الهزورية دي عشان ما تخليش عليكي واكسعبك بقى. خلاص. طب بقول لك ايه؟ ايوه. خلاص الساحل مضايقك؟ مساحل ايه بقى الله يبارك لك بقى. توصلي بقى ست اسمك ايه انت على المسا؟ شرم غاليه عليك وانا مش عايزه احملك تكاليف. انت ليه بترسمي الدنيا والحياه كده وايه البكاسه اللي انتوا فيها ده؟ انتوا عيله واطيه قوي. خلاص بلطي ماشي. بقول لك ايه الله يبارك لك بقى تشوفي مشوارك عشان ما تخلاش عليكي. بيبي انا مش داخله على طمع. بقول لك ولا طمع علينا عشان لو مسكت ضربتك دلوقتي الناس هتتلم علينا في الشارع. مش طالبه ديك ام عبط هي. هتمد ايدك عليا؟ وعهد الله كسعابك انت وابوك وامك الناس الهطله اللي في البيت دي. الله يحميش كمان يا بابا. عيله واطيه. بابا بتمين الله يحرقك انت وابوكي. هلا يا بنتي عامله ايه؟ ده القرف. مش عارف شايفينك ازاي شغاله في الشغلانه المقرفه دي اصلا. انا مش هقول لبابا. انا هنزل اديكي شكوى في البرنامج الخرا ده. تديني شكوى تشكي مراتك؟ مرات مين يا وليه؟ ما تهمدي يا وليه. همادي كده ببطي وليه. انت كده وبايره ازاي؟ امال انا اعمل ايه؟
ده انا مش طايق نفسي اصلا من اللي انت بتقوله لي دلوقتي. ده انت قمر. قمر مين يخرب بيت امك؟ ده انت وليه نحس. قمر يا ست اسكتي بقى. الله بقول لك ايه. الله يبارك لك يا جادد. اسكتي بقى. مش شويه بس. مش شويه. يلا الله يبارك لك. يلا بقى انت بتكلكس. ده عشان فرحنا بيه. فرح مين يا وليه؟ انت اي حاجه لاشقه فيها اي لحمه. ده انتوا عيله واطيه بجد. خلاصي بقى. لا دي مش اي لحمه, دي لحمه سوداني. بص انت اوعي بس ايدك كده. الله يبارك لك من بعيد عشان انا تعبان والله. امشي بقى. صاصه انا علقه ام صاصه. خلاص خلاص انا حاسه ان انت متضايق. يعني المفروض نعمل ايه؟ ما طالما متضايق هتعمل ايه؟ نروح نشرب ليمون عند ماما. ليمون مين؟ انا عايز اوصل بالله عليك. انجزي بقى عشان متاخر على الشغل. احنا خلاص يا حبيبي وصلنا. يا ست حبيبك بقى حمد دبا بنت وابوك وامك. ده انتوا عيله واطيه كلكم. انت مالكيش اخ يلمك جتك القرف. بس انت بتفرمي كده ليه؟ ولا محمد. محمد مين؟ ولا محمد. محمد مين يا بنت الصوت؟ انزل انزل فاشه. محمد مين يا عيله وسخه؟ خد ولا ايه؟ بتهروا يا جماعه الصحه والقرا ده يا جدعان. القرف ده بتضحك على ايه؟ الله يحرقك. بتهزروا يا جدعان. انا قلت برضه انت قريت على كل حاجه. واحد الناس بتقوله انت جميل جميل. خد بس احنا بنهزر بنهزر. احنا اسفين. ازاي انت يا نص الله يبارك لك. الشغل متاخرنا على الله يحرقك. شكرا والله انا مش عارفه اشكرك ولا اتاسف لك. اسفيني ايه؟ وصباح الخير. انا اسفه انا اسفه انا اسفه. احنا بنهزر معاك. كل سنه وانت طيب. كل سنه وسلامه. شكرا ان انت قبلت هزاري. بص هنا قول كل سنه وانتم طيبين. سنه طيبين يا جماعه والله. هو طبعا مع ام محمد وام محمد اللي هي الوطن. قول انك مش زعلان مني. مش زعلان. هزعل من حد؟ يزعل من الصاروخ ايام القمر. بص هنا تاني قول موافق ان ازيع. موافق ان ازيع. روح قلبي. شكرا. ها هو ده. ايوه. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. ازيك؟ عامله ايه؟ صباح النور. عامله ايه؟ ايه ده انا سمعت كلمتين جامدين قوي. هيكون صباح الخير. صباح الخير. هيكون صباح النور. صباح النور. يا لهوي. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ارمي العطا على مين؟ ده احلى صباح والله. انا يعني مبسوط قوي ان انا ركبت معاك والله. والله الانبساط والانشكاح ليا انا. انتوا توأم؟ اه توأم. ما شاء الله ما شاء الله. حلو ده. انا كان نفسي اخلف توأم. اسم حضرتك ايه بقى؟ انا لميس. عايشه اسامه يا لميس. انت ايه؟ انت منين يا لميس كده؟ انا منين؟ اه من هنا. من هنا؟ بس ممكن اديك معلومات اكتر عني؟ اه يا ريت والله. نفسي تديني معلومات عنك اكتر. في مقابل طلب واحد. تمام اطلبي تأمريني. عايزه فويس نوت بكلمه صباح النور اللي حضرتك قلتها لي دي. تمام تحت امرك هبعتها لك حالا. بس اديني رقم بس موبايلك. اكتبي لي بس رقم موبايلك كده. هظهر لك في الابلكيشن. ممكن تسيبه وتبعتها لي على الواتساب. تمام اسجله حالا دلوقتي. بجد؟ اه طبعا. ده انا سعيد جدا. والنبي والله ده انا احسن بنت قابلتها في حياتي. انت هو حضرتك برج ايه؟ ايه انا برج الجدي. اه يا لهوي يا لهوي. يوم ما تحدف تحدف عليا باتنين. الحمد لله شكرا ليك يا رب. والنبي انا طب انا طب انا سجلت دلوقتي رقمك معايا لميس. ايه انا اتواصل بقى مع بعض ازاي والكلام ده؟ طب انت دلوقتي إيه؟ افرض اخوك بقى بيغير عليا. ما انا مش عارفه بقى انا هختار مين فيكم. ماشي انت اللي يعجبك فينا بختار. ايه بقى يا لميس؟ لا 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 انا عايزه العب معاكوا لعبه. ماشي اتفضلي. ماشي ممكن العب معاكوا لعبه؟ اتفضلي. اسمحك بس ايه بس هنقف. اتفضلي ثانيه واحده. بس العب معاكوا لعبه صغيره. ممكن تمد ايدك تعمل كده؟ لا دي. تمام. ممكن تمد ايدك انت دي تعمل كده ونعمل كده احنا الثلاثه. قرب بس ايدك دي. هنلعب لعبه عشان ايه؟ نرتبط ببعض اكتر. تمام. محدش هيزعل مني. تمام. لا ما حدش يزعل منك خالص. اللي يشوفك يزعل منك. دي لعبه. تمام ثانيه واحده. ماشي ثانيه واحده. انا هرد على التليفون حالا. ماشي انت بتعملي ايه؟ انت بنلعب لعبه. ايه دي لعبه؟ بتحطي الكلبشات في ده. أيوة أيوة. لعبه. انت عايزه تسجنينا ولا ايه يا لمين؟ لا دي لعبه. مش انتوا متفقين ان احنا هنتجوز؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ يعني ايه؟ يعني ايه اللي انت بتعمليه ده؟ الو ايه يا حبيبتي؟ بابا انت تعبانه في دماغك ولا ايه؟ انا الصراحه مش داخل عليا قصه ان هما الاثنين جايين يتجوزوا. اللي انت عاملاه ده الاثنين والمفتاح معاكوا بقى. يعني اللي انت عاملاه ده انت مجنونه ولا ايه؟ انت باين عليكي تعبانه في دماغك. باين عليكي. تعالي لي يا حبيبتي نتفق بقى على كل التفاصيل. انت تعبانه في دماغك ولا ايه؟ بابا نزل لي محمد ابن عمتي استنى تحت عشان انا مش كل يوم هلاقي اثنين لقط. انا بقول لك على حاجه. هو في حاجه مثلا؟ بقول لك انت قدم لك النهارده. انت تعبانه في دماغك ولا ايه؟ وانت رجعتي في كلامك. هو شغل عيال بسرعه بقى ما تتاخروش بقى. حاضر يا بابي. هو ايه شغل العيال ده؟ يلا بسرعه يا حبيبتي. في ايه بالظبط يعني؟ انا عايز افهم. يعني انت تعبانه؟ انت مش كنت جاي تتكلم معانا؟ انت مريضه نفسيه ولا ايه؟ انت مريضه نفسيه؟ انت اتجننتي في دماغك ولا ايه؟ مش انا متفق ان انا اروح اقدم لك النهارده. ايه شغل العيال ده؟ ما احنا كده كده رايحين. عايز اعرفك ولا عايز اشوف ده كان
يوم اسود يا ماما شفتك. لا انا اجيب ليمون، لا اجيب كمون. والله ده كان يوم اسود، يوم اسود يوم ماما شفتك والله العظيم. انت بتفعل يا حاج، يوم نلبس التنين النهارده بس عليك يوم اسود. والله العظيم دي انا كنت بفكر اختارك على فكره. انت اوحش واحده في حياتي انا شفتها. بقول لك الجميله دي انت زي الزفت، مش من قلبك زي الزفت وزي النيل. والله زي الزفت وزي النيل. والله العظيم ولا عايز اعرفك تاني. وقفي دلوقتي بقى. مش هقف انا، هقف يعني ما تفتح الباب. افتح الباب. مش هف... ايه ده، خد خد هتفتح الباب. تعالى يا عم، تعالى افهمك. ولا خد تعالى هنا اللي هو فلق. يا فلق كل سنه طيبين. قولوا ان انتوا مش زعلانين. لا مش زعلانين. قولوا موافقين يا زيا. صباح الفل، حلقه جديده من كريزي وومن. زي ما احنا شايفين كده الشارع الصلاة الدنيا خربونة. اما نشوف بقى لما حد يتصبح بالصباح اللي انتوا شايفينه ده. انا مش فقة عليهم بصراحة، هيبقى رد فعله بقى عامل ازاي. Let's go. صباح الخير بقى. ده صباح غزلاني رايق طالما لابس ملك الالوان. لسه بالنسبة لي ملك الألوان ما شاء الله عليك والله العظيم. شكرا. عسل عسل. شكرا. راي راي والله. نام كويس انت بقى؟ اه كويس. ليه؟ اه على حرام ما نمت من امبارح جد والله. الله ليه كده بقى؟ اكل العيش بقى، قصدي مش شغلانتي يا عربيتي. ربنا يعينك. الله يخليك. عندنا بقى ايه؟ بيزنس. بس قلتها صح؟ ما فهمتش كتير. لا قلتها صح. صح. البيزنس بتاعي. تمام. لما اخذ انا بتاجر في العريسة. ده من حبي في العريسة مسميها البت بنتي بيسا. تمام. مش ناقصة نوش يا عربية. اطلع. ما تمشوا يا جدعان. بالراحة موت صوتي. لا مؤاخذة، كلاكسي ولا كلاكسك؟ كلاكسي ولا كلاكسك؟ طب ماشي ماشي. فوقفنا عند ايه؟ الصلاة على النبي. اه بقولك مسميها بنتي ابيسا. انا اعمل ايه يعني؟ ما انا بحكي لك بقى. انا عاملة خريطة كده انا امشي عليها. يعني انت بص على خريطة تلاقي الشارع اللي ابيسا ماشية فيه مليان نقط كده. انا امشي على النقط دي فالناس توقفني تاخد مني العريسة. فاهم قصدي؟ فهمنا اخويا؟ تمام ماشي. انت بتعودني ولا انا مش شايفك ولا ايه؟ عامل لك ايه؟ ربنا يوفقك يا بقى. تمام تمام. انا بس قلت تمام. انت مستبحه ولا ايه؟ مستبحه ايه الكلام اللي بيقول؟ شكلك مستبحه. ده كلام لمغزه عيب. حد يقول لواحده ست مستبحه؟ ما هو ده اللي باين قدامي. بعدين استبحات ادمت دلوقتي في تسطير. تسطير كمان؟ امال ايه؟ انت عديت المرحله دي بقى؟ تعرف المراحل؟ آه. تفهم انت ايه في المراحل يا فرافيل؟ لا سبنا لك المراحل ليكي بقى. اه عشان قلت لك بقى لابس ملك الالوان بقى مغزى تركب التيتا. خد خد. انا اصلا مضيافه. ده ايه ده؟ ده عريسه مبيسه. لا شوف. اوه بلاله. حاسب انا فرفر. بس خلاص. مش كان يخبطني الله. امسك. مش عايز. شكرا. على حرام ما تدوق. سيدة مش افتح كده الكيس. لا هي يعني هيل بنفسك. مش خليه خفيف وحرك كده. مش تمام. صوتك بقى. بس بقى اظبط بقى حالك بقى كده. حلوة؟ شغال بذمة امك. حلوة؟ على انها نعمة ربي جامدة صح؟ انت بتتكلمي كده ليه؟ ازاي بتكلم من حنك؟ حنك؟ اه. انت جاي منين؟ منين؟ انت منين؟ ما حلفت لك قلت لك على حرام روحت البيت. هو ما خلص منين بقى؟ دي ما تخصكش المساله دي، مساله شرف. لا ما هو باين عليك. امال ايه؟ باين عليك. انا من ساعه ما سيع جوزي دخل السجن على ان انا ما احترماه. لا ما واضح واضح. انا عملت لك حاجه رايق؟ بتعملي كده ليه؟ عملت ازاي؟ بص بس في الطريق عشان مش ناقصيني. ما انا بصه في الطريق ولا بصه عليك. امشي عادل. حاسب يا عم.
خلي بالك بقى انا حره يا عم. هاي اتنين بس يا موبيسه. ايه عايزه حته هريسه. ادي ايه ده؟ ايه ده؟ معلش معلش انا هموت هموت معلش عايزه حته كده حته واحده حته معلش. طب بصي طب ممكن اديني حتتين؟ طيب لا اتي واحده تاني. خدي يا موبيسه ده كل اللي حلت صدق ما عنديش حاجه تانية ما عنديش حاجه تانية اديها لك. مش عايزه ادوش. استنى يا موبيسه خدش. هو بس كده اه كده يا عم يا عم ما تعملش زبايني بقسوه. الله يكرمك الله يكرمك. حته كمان حته كمان. طيب لا دي كفايه يا موبيسة. يا موبيسة اديتك كل حاجه. طيب خلاص يا مو اسمك ايه؟ ماشي ماشي تشكري يا موبيسة تشكري. بيت يا بيت بيت يا بيت. انا عندي سلاسل كتير انا عايزه انسيها لبكره. معي حاضر 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 هسرق وجهك. اتجهي بقى. الله 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 يلا يا عسل. انت حتى في ايه؟ يلا يابا بس كلمي بس كلمي بس. ايدك يابا جنبك يابا. انت حتى في البسوسة دي ايدك يابا. حتى دي ايه يخرب بيتك وشغل يخرب بيتك. لا لا هقول حتى في ايه؟ مزعقش يابا عشان انا مؤاخذه صرصور ودني بيتضايق. بص يابا يا بنت المجنونه انا مش هحكي لك بقى. عايز تعرف العريسه ولا عايزنا اللي حتى في ايه يخرب بيتك؟ كنت جيت كده اعمل العريسه بتاعتي يوم لقيت لما اغزل بودره بتاع السكر خلص فدخلت اقلب كده هشوف الولد ساعه حاطط ايه في حاجته. لقيت بودره شبه السكر اللي بقى منها تحت السرير. ومن ساعتها بقى اللهم صل على النبي طاقه القدر اتفتحت بقيت بص ما هو باين على وشك يا بنت ال ما هو شغل. انا بابا الكلام ده ليه؟ انا هو الشغل ازاي انا بقى دلوقتي؟ الكلام ده ليه؟ انت المجنونه انت مؤاخذه مش حاسس بالكهرباء في نفخك كده ولا حاسس انك عايز حاجه فيها سكر؟ ما هي دي المشكله يخرب بيتك. حاسس انك عايز سكر ولا انت مسكر؟ وايه شغل يا بنت المجنونه؟ السلام عليك يا موبيسه. اسرع زبون في الدنيا جيب على حرام. اوعى انت هتنام ولا ايه؟ لا نام في بيتكو متعصبناش بقى. طب ايه طب ايه طب انجز عشان الحق اوصل البيت سامعك او الشغل مش عارف يخرب بيتك. عايز حاجه ثانيه اول؟ لا كفايه كفايه عشان دخت بجد دخت والله. اختي فارفوره دخ مني دخ مني روح احسن لك وامشي وسيبني خاف مني خاف مني. اه يا الهي طب اعمل ايه انا دلوقتي؟ انا ما اعرفش بقى الناس اللي ما بتعرفش السودي ولا محمود ده في ايه ده كمان؟ مين ده كمان؟ ولا يا ابني الشمس يا ابني تعبان يا عيني يا ابني انت عيال يا عمو بيسا عاسب يا عم كده عاسب يا عم كده مين ده كده؟ هو يا عم كده اهو خلص يا عمو يا عم الله عايز حتة تاريخ اسمي يا عم كده يا ابو بيسا يا ابو بيسا هو الاخر اه يا عم حته دخلت يا ابو بيسا انت يا عم انت ليه يا عم كده؟ اقول لك ايه يا عم بالراحه يا عم انت اللي عملت كده خد افهمك ايه يا عم في ايه؟ طيب 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 يا شبح يا جامد طلع خاطر خلاص خلاص ماشي خلاص بقى يا رايق غصان طيب بص انا خلاص خلاص بص انا طيب قول انك مش زعلان خلاص وحت ام وبيس خلاص خلاص زعلان؟ لا تمام كل سنه طيب ورمضان كريم عليك بص هنا بقى قول كل سنه طيبين كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليك وقول انت موافق نزيه موافق نزيه ومش زعلان من ام وبيسه لا مش زعلان ولا مني كفاطمه ولا مني كفاطمه شكرا حلوة حضرتك تبع الابلكيشن؟ اه
ده بابا ازاي بيشغلوا ناس زيكم كده يعني؟ ايه؟ ازاي بيشغلوا ناس زيكم؟ ناس زينا من يا اختي. ايه يا حبيبي في حاجة؟ طيب بعد اذنك وصلني بسرعة بس. تعرف الجاكيتة دي بكام؟ يا ست انا مالي بكام انا؟ مالك في حاجة فيها مش عاجباك؟ عشان بس انا بس مش مترجماك والله يا ريق. يا ستي بس وصلينا بسرعة بس وصليني وصليني عشان شاكك فيكي اصلا. شاكك فيا ليه بقى ان شاء الله؟ انت شوفي انت شوفي عاملة ازاي، انت عينك عاملة كده ليه اصلا؟ خلقت ربنا. خلقت ربنا ماشي، بس بطلي اللي بتعمليها يبقى مش خلقت ربنا. بعمل ايه بقى يا غالي؟ انت هتعرف حاجة عنها؟ ما بلاش بقى نتكلم بقى، خلاص وصليني بعد اذنك بسرعة. ما اظبط يا توتو، تعرف انت ايه عن العمايل؟ بس يلا، هو انت تبع الابلكيشن ولا انا جايبك من موقف ولا ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. على حرام لو مسكت راسك. إيه؟ مش عايز ارغي كتير، فوقتاني. طب بعد اذنك وصليني بقى، وصليني يا بابا. يا بابا يا ماما. شوف خلتني عصبية، وده مش عصبية ايه؟ انا مش عارف اصلا بيشغلوك ازاي انت كده. انت اسمك ايه؟ انت مالك ومال اسمي؟ لا لا ايه ده عيب بقى، خلاص ما زعلش. لا اله الا الله. خلاص ما زعلش، ما زعلش مني، انت زي اخويا الصغير. طيب خلاص وصليني بقى بلا اخوكي بلا. خد واجب ضيوف. دي ايه دي؟ خد واجب ضيوف انا يا ستي. واجب ضيافة. حبه. طب هي خلاص خدت حته. خلاص خلاص، بس مش هنام بعدها. قول والله ما زعلان. والله ما زعلان. قول والله تاني. والله العظيم ما زعلان. كلامك بالامان. والله ثلاثة. ماشي. والله في ايه اهو. شكرا يا ري. اسمك ايه بقى؟ اسمك كريم. انا مالكيش دعوه باسمي بقى، انا حاسس ان احنا قاعدين في الكوشه. انت ايه اللي بتديهولي ده؟ كوشه ايه وانا هخطبك؟ انت صغير عليا. بلا صغير بلا كبير بقى، انت دلوقتي معاش اصلا. طب امشي شويه بس عشان متاخرين والنبي. الله يبارك لك. لا اله الا الله. مش عارف ايه اللي مديها ايه دي. طب حتى انا مش، انا اقول لك انا مين؟ انا موبيسه. دي ايه دي؟ طيب ادي هريسه. دي هريسه انا ما بحبهاش اصلا. انا بقى هريسه. كنت جبته بسبوسه احسن. لا بس دي حلوه. كنت جبت بسبوسه من نفس بس الراجل اللي بيبيع هريسه. حلوه عشان نوصل. يلا. لا دوسي بس بنزين. الله يبارك لك. دوسي بنزين. حلوه عشان اللي عاملاه. يا ستي دوسي بنزين هتاخر. ده البيزنس بتاعي. انا مش عارف الديفاد يا بيزنس ايه؟ بيزنس ايه ده؟ اختي الصغيرة تعملها، هي مش شغالة. بتاع حلو بذمة امك؟ اه. بيزنس صح؟ اه. اقول لك انا بقى. هتقولي ايه؟ انا مش عارف. اصلا انا ما بشتغلش في. هو مش شغالي في ايه؟ انا بشتغل في العريسة. عاملة خريطة لنفسي وبمشي عليها كده نقط نقط. اه. تمام؟ جاية يوم ايه؟ من الايام كده. دي مين دي؟ البت مريان. يا ستي خلصي بس انا مالي. يا موبيس عايزه حته هريسه. يا ستي امشي بس ولا هريسه. يا ستي انا عايز اوصل والنبي. خدي 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 يا ستي. لا ايه ده؟ انتوا حراميه ولا ايه؟ حته واحده يا موبيس. حرام عليك، انا مش قادره. ده انت بتبالي ايه دي؟ هموت هموت يا موبيس. طب وانا اديني حاجه يا عم. طب يا ستي امشي بس شوفي انت رايحه فين. هاتي حته يا موبيس. هي فيها كل ده. انت ده انت جميله. يا ستي فيها ايه؟ فيها ايه الهريسه دي؟ انت عماله. الله، انا كلتها. ينفع حته ثانيه؟ ينفع حته ثانيه والنبي يا موبيس؟ والنبي فيها ايه؟ مش عايزه انوش يا بيت. هي البتاعه دي فيها ايه بس؟ انا اكلت منها. بكره بكره خوابتم بقى. ايه؟ هسرق هسرق واجيلك. هسرق واجيلك. تسرق ايه وبتاع ايه؟ ايدك بس نزليني بس. افتحي الباب ده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا ستي افتحي الباب. امشي يا عم، اتحرك يا عم. لا اله الا الله. يا ستي افتحي الباب، خليني انزل. انا مش عايز اوصل. انا مش عايز. انا هديك الفلوس ومش عايز اوصل. على الحرام من ايدك. ايدك زغدتني تاني. يا ستي خلصي بقى. لا اله الا الله. محمد رسول الله. طيرتها من دماغي. خلصي بقى. لا حبستها. خلصي بقى. انت بتقلق. انا مش عارف ايه الاشكال اللي على الصبح دي. فعلا اشكال فرافيره. لا 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 لا. طب هتوصليني؟ خلينا ننجز. ما انا بعمل الشارع ايه؟ الشارع فاضي وانت ماشيه تاتا تاتا تاتا. اجري يا مجدي. وكلكس. اهو كلكس عشان بحب الكلكسات. اهو اهو اهو. مبسوط. ده ايه ده؟ دي وان ونت يابا. وادي يا معدي. يا ستي خدها هتلبسينا يا ستي. تحبي الكلكسات؟ الهريسه بتطلب كلكسات. انا حاسس ان فيها حاجه على فكره. والله لو فيها حاجه لو اديكي في ده يا ستي. حاسس مش متاكد. ماشي ماشي. انا معايا كل البيانات على الابلكيشن. لا اعمل فيكي محضر في الشركه. بس المؤاخذه الهريسه دي مش معموله بسكر بودره. امال معموله بايه؟ ببودره بس بودره ثانيه. يعني معموله من ايه يعني؟ من البودره بتاعت الراجل المقطف بتاعي بس هو في السجن دلوقتي سياحه. طيب ممكن بقى احنا خلاص كده وصلنا. طيب
يا ستي محمود مين تاني هيجي يديكي ده خواتم ولا ده يديكي ايه ده؟ يا عم خرى عليه يا ستي خلص انا هتاخر. عم يا عم فيسا صباح الفل يا عم فيسا عامل ايه؟ نزليني افتح الباب اوعى يا عم انت خدت اخر حته يا عم حته بلا ما حتاش اوعى يا عم انزل يا عم انت يا عم كده ايه يا عم قلبه طب رجعها رجعها هنا رجعها يا عم رجعها في ايه يا عم قلبه ورا رجعها انا اوريكي رجعها هنا يا كابتن يا عم اخلص حل معايا شويه انا اوريك حل معايا يابا حل معايا يا عم انت ها يا يابا رجعها رجعها يا زميل عشان انت بنت اصلا ما كملتش يا عم بلا موبيسا موبيسا خد 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 وحات امك بقى خلاص ستي خلاص بقى كل سنه طيبين كل سنه طيب ممكن توصليني بحق حقيقي مديت ايدي 33 مره ايه ماشي بص هنا بعد ايه بقى كل سنه طيبين وبس والهريسه بنت جنانه باكلهاش بس كلتها بس قول انك ممكن... مش زعلان والله مش زعلان خلاص وقول انك موافق نذيع موافق طبعا تذيع 100% تمام 100% صباح العسل صباح اللوز بس عاد بعليك في حاجه رايس ايه يا باشا كنت واقف انت في نص الشارع ولا مؤاخذه كنت هلوشك ماشيين ازاي يعني ما انا ما كنتش شايفاك ليه انت مبين عليك مستبحه ولا ايه مستبحه اه مستبحه ده مؤاخذه قدمه قوي اللي انت بتقوله ده ما سمعتش عن اللاينات لاينات لا ما سمعتش الصراحة أدني سمعتك في يا بنت ما براحة جيت جنبك يا حسن امال ايه ده طب كوعك جنبك يا راي طب خلي كوعك جنبك انا كوعي جنبي يا حلو الملام طب اهدى على نفسك شوية هادية يا راي انا هادية وانت عايز تطير الهدوء اللي انا ايه واصلاله ده سلام في النفس انت لا تدرش بيه اه ماشي في المناش تليك توصل ما توجعش بقى النفوخ يا راسي يما عادي يا توك توك استنى يا راي انا حاسس اني عايز احضن التركسيون بقلبي والله تهدي شوية نخش في عربية ولا رصيف ما تهدي عربيتي ولا عربيتك يا راي ما انا هتموتين انا ما في 60 حلاوه يعني وايه اللي في 60 حلاوه ما تهدى على نفسك شويه مش ايه ده انا هاديه وانا مش عنينه ولا ماسكه فيك لحول خلينا نوصل على خير بقى اصلا دي مش شغلانتي بقى ان انا كل شويه اركب حد بقى يوجع لي نفخي انا واحده بتوزع الهريسه مش عايزه بقى وجع دماغ خلاص اوف انا فقدت سلام النفس بتاعي بسببك صدقني خد حته هصالحك والله مزعلش خدنا بحد ماشي مفيش شكرا شكرا ماشي انا ممكن امشي حلوه بجد جميل وحيت ام والله قول والله تاني والله جميل قول وحيت امي حلو وحيت امي حلو ماشي اصلها دي بيتي انا اللي عاملاها تستميل تسلم ولا ساعة جوزي إلهي رب يفك دقته والنبي يا رب بحق الاستباحة العسل استغلت البضاعة بتاعته ومحبوس ده ايه ده؟ جاي عيوم كده داخل المطبخ معايا رايق؟ معايا بجد؟ ماشي فبدور على مؤاخذة السكر ملقيتوش فروحت بقى دورت على حاجة سكر بودرة زي السكر البودرة بتاعي ايه سكر البودرة بتاعك ده؟ ما انا الهريسة بتتعمل بسكر بودرة يعني انت بتعملها بسكر بودرة غير اللي احنا بنعمله يعني؟ ما انا بقى ملقيتهوش فلقيت بودرة بقى من بتاع الجوزي فعملتها بيه ومن ساعتها بقى وانا بقيت المبيسة بتاعة الهريسة هتكون بودرة تلك انت ايه يا غالي مش معانا في اللغة
ده مين دي؟ يا مريان. ايه يا بنت؟ ام بيسه إيه؟ عايزه حته هريسه والنبي والنبي. خدي خدي. وكل يوم سلسله يا مريان. يا ام بيسه طب اعمل ايه طيب؟ مكنش في ذمتي غير حته واحده. خدي خدي خدي. يا الهريسه دي غاليه للدرجه دي؟ ده بص جميله جميله. واحده مش عايزه تفوش. طب حته كمان حته كمان. لا حته كمان يا ام بيسه، ده انا بشع قوي عشان اجيب لك اللي بجيبه ده. بكره خواتم غاليه ليه اللي حاضر هسرق واجيب. خدي بس عايزه خاتم في فص اخضر. عيني يا ام بيسه. حاضر حاضر. غاليه ليه للدرجه دي يعني؟ عشان المحتوى بتاعها قليل. ما ايه اللي فيها بقى الهريسه دي؟ لان ده ما قلت لك البودره بتاعت سيع. سيع دي مين بقى؟ لا سيع ده جوزي اللي هو مسجون. مسجون في المخدرات. مخدرات ايه اللي انت بتتكلم عليها؟ انت بتزعق ليه؟ انا قلت لك اتقفش دعاره. ما انت بتقوله مخدرات. طب ايه المشكله يعني؟ وبتقوله بودره جوزي. المشكله برضه اذا ان الهريسه ديت هي اللي فيها البودره. انت ايه ده؟ انت محلل سياسي؟ اعتبرها زي ما تعتبريها يعني. انت وكلتني ايه طيب؟ انا اكلت هريسه من ام بيسه. ام بيسه مين؟ انت اكلتني ايه؟ ما ترد عليا. اكلت هريسه من ام بيسه. انت ما انت مغيب. ما هريسه، ما انا عارف انها هريسه. في ايه بقى موجود في الهريسه؟ ولا الدماغ دي مش دماغ لينوت. انت ايه؟ انت مش دماغي. مش دماغي. لا مش حاسس كده انك بتهرش. وانا حاسس ان انا دايخ يعني. واصل. حلو ده حلو ده. جامد 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 جدا. اوتار. لا 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 ده مين ده؟ ده ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت مالك انت؟ انت هتناقشني في اللغه دي؟ لغتي لغتك ايه طيب؟ ده انت يخرب بيتك رغاي رغي. استغفر الله العظيم. انت جاي تتوب هنا؟ ما تهدي بقى. ما انا هاديه اهو. ما انا هاديه اهو. هاديه اهو. اهدى اهدى يا ماما اهدى. ماما هناك في البيت. ام انا ام انا بقى مشهوره بالبسبوسه. في حاجه بتقرمش؟ بتقرمش فيك؟ لا انا ما جيتش جنب العظمه، انا تخصص كيمياء. يا عيني يا ابني. طب انجز عشان نوصل. يا ابني امشي يا ابني. الله بتقعد على نفسك يا وحش الكون. انت مالك انت اللي بتكلكس؟ ده انت ايه ده؟ ده انت صداع. يا ربي على الصداع وعلى التوصيل القرف. خان انتهى يا حدى. اختصر. ام بيسا صباح الفل. خلصت صباح الفل يا ام بيسا والنبي والنبي. ام بيسا وعليك اخر حته عليك يا ام بيسا. ايه يا عم انت يا عم؟ ما بره على نفسك يا عم. انت بره على نفسك. بره العربيه. انزل يا بعد على اسنانك. تهدى بالله. سيك اهو ولا اجيب لك هريسه ولا ظروفك ايه معانا؟ بص هنا بص هنا بس كده. تهدى بالله قول هديت. الله اكبر. كبر لي في دماغه وفي الدنيا يا محمود ولا اعمل اي حاجه. الله اكبر عليك. الله اكبر. بص هنا قول انك مش زعلان. مش زعلان. رمضان كريم عليك. كوسون طيب. وانت طيب. انت كنت معانا في كريزي وومن. قول بقى انك موافق نزيع. زي تاني عشان ما سمعتش. زي ماشي. هاي صباح الخير. اولا حلقه جديده من كريزي وومن. النهارده بقى احنا جايين نتكلم عن الستات الجامده. جامدين بس مش عارف بقى بيعملوا ايه. هتبياخدوا مطب زي اللي لسه واخداه دلوقتي ده. هنشوف بقى ايه هيتعاملوا ازاي، وهنشوف الناس بتتعامل ازاي مع الستات الجامدين دول. خلينا نشوف. صحيح. حضرتك ايه؟ عاطف. شرفتني يا استاذ عاطف. اهلا بيك. عدي عدي يا فتاح يا عليم يا رزق يا كريم يا رب.
رجاله وظيفتها في الحياه حتى انها تعاكن عليك وانت سايق عادي. يعني الواحد ما عملش حاجه، لازم راجل بقى كده يعدي كده يرمي يكسر عشان هو راجل بقى يعمل اللي هو عايزه. عندي عقده من رجاله ولا ايه؟ لا يبقى عندي عقده ليه، احنا احسن كده كده، مش محتاجه ان انا اتعقد من حد. احسن في ايه؟ اسمه مطب حاجه يعني، برده ذكر، حتى المطب بقى اسمه ذكر. ايوه انت المفروض عمرك شفت مطب اسمه مطب؟ لا انما هو مطب عادي. لا ده واضح ان في اي حاجه مزعجه بتلاقيها من غير ته مربوطه. تعرفوا تعيشوا من غير المذكر ده هنا؟ ده كده كده معروف. تعيشوا ازاي بقى؟ ايوه انت ما بتعرفش تعيش من غير، انت عارف تحمل؟ انت بتعرفوا تعملوا ايه اصلا غير ان انت سايقه عربيه؟ بتعرفوا تعملي ايه غير كده؟ لا اوه بعرف اعمل حاجات كتير. ماله المطبخ؟ بتعرف تقعد في المطبخ انت؟ ده انت حتى العربيه وشغلتك مش عارفه تسوق، انت عماله تاكلي مطبات من ساعه ما ركبنا. لا لا انا باكل المطبات عشان بحب ادوس على الحاجات المسكره. انت مطب تاخدها اه كده اه، امال انت فاكر ايه؟ ما شاء الله عليك. انت ليه فكر الحكايه سهله يعني ولا لا حول الله؟ انت اللي مفكرها سهله مش احنا. لا حول الله يا رب. شايف حادثه عشان اكيد الصبح بوش راجل. اه والله حاجه يعني يلا دع الخلق للخالق. برضه انت ما بتستحملش، تستحمل انت تولد؟ متجوزه؟ لسه. بس انت تستحمل تحمل وتولد؟ هتتجوزي ازاي بقى انت كده بالفكره ده؟ هشوف انا بقى، هنقي على كيفي، هنقي واحد بيحترم يعني التيار النسوي اللي انا بنتمي ليه. بس في الاخر عندك النية تتجوزي؟ مش عارفه والله بفكر، مش عارفه مين الراجل اللي هيخليني اتهف في دماغي يعني. هو مين الراجل اللي هيقبلك اصلا بالفكره؟ لا 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 دول كتير. هو ما شاء الله انتوا ناس ما عندكوش قوه احتمال. احنا؟ اه واضح انتوا ما شاء الله عليكم. انت جامد يعني بتاع؟ يا ست انا ما بتكلمش عن نفسي. امال انتوا اجمل. بتعرفوا تعملوا ايه؟ انا بعرف اعمل كل حاجه. بص انا عندي يقين ان اي ست في الدنيا بتشتغل اه اللي هتعرف تساوي ما بين شغلها وبيتها وعيالها انت شغلك حتى اصلا على قدك في ايه؟ كمان حتى في ديت لا يعني انا بص مش هرد على حضرتك عشان نازله استرزق واكل عيش. بالظبط كده. وبعدين انا اصلا ما باخدش ناس انا عايز اعدي لك المطبات دي هتاخدي جايزه. ما انا قلت لك بقى انا بحب ادوس على المطب عشان هو ذكر. لا اله الا الله لا اله الا الله. ده انا بتعامل ادوس عليه. بص ده مطب اهو اجري عشان اجري كده اهو. امال انت مفكر ايه؟ عايز اقول لك بقى ان انا في واحده هي دي اللي انا بسترزق منها، بسم الله ما شاء الله عليها، مدربه في السيرك، مدربه حيوانات، كل يوم بوديها وبجيبها. فده بالنسبه لي جبرت. انما انا لقط كده من الشارع بترمي عليا بقى اه رجاله معينه كده ربنا يرزقك. بقول لك اصل الست مكانها المطبخ. هني مني 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 ليه؟ مطبخ ايه؟ تعرف انت تخش المطبخ؟ بعدين نهزر. لا احنا نعرف انتوا اتخلقتوا عشان المطبخ. حلو بقى المطبخ. تعرف انت تعمل صينيه كنافه بالعسل؟ اه بالقرع كمان. بجد؟ لا القرع ده انا شايفاه من ساعه ما ركبت والله. الو ايه يا كوتش؟ ايوه هاله. ايه يا كابتن عامله ايه يا حبيبتي؟ انا كويسه يا حبيبتي انت عامله ايه؟ انا حلوه. بقول لك يا حبيبتي انا ما لقيتش رشا في القفص. رشا مين؟ رشا مين؟ انت لوحدك ولا معاكي زباين؟ معايا راجل. طب كويس. كويس ليه؟ في ايه؟ رشا مين؟ يلا يا ست الله يبارك لك. رشا التعبان الجديد مش لاقياه في القفص. مين؟ التعبان الجديد. التعبان يا بنتي شوفيه عندك كده في العربيه بسرعه. اه اه اعملي معروف والنبي لحسن يعض زبون ولا حاجه، ده مش متطعم. ايوه 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 واخده بالي. ماشي طب دوري عليه بقى. يلا يا هاله. تمام دوري على رشا والنبي. باي 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 باي. يا ست انت رشا مين؟ الله يبارك. بس بس يا اسطى انت مش تمام والرجاله جامده. كمل كمل. قلت لي الرجاله عندها قوه تحمل. يلا يا ماما فين رشا دي ولا فين صاحبتك؟ يا عم اسكت خلينا ندور على رشا. خد كلمة رشا. ايه يا ست انت ده؟ افتحي يا ست. بنهزر بنهزر يا جماعة. ده هزار على الصبح. لا بس انت برضه ما تأثرتش يعني. تمام تعبان. ايه اللي هيخوف؟ زعلان مننا؟ لا مش زعلان اكيد. كل سنة وانت طيب. بص لنا هنا وبص لنا هنا وكل سنة طيبين. كل سنة طيبين. وقول انك مش زعلان من رشا. لا لا خلاص بس هتوصلوني برضه. ان شاء الله. كل سنة طيبين يا جماعة. قول ان انت موافق نذيع. طبعا موافق. اوكي شكرا. بس ايه
تحيا عليك ازاي يا كريم. لا 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 راجل الهمجي شايف بيضرب البنت اللي واقفه معاه ازاي؟ ستي معلش حصل كده مفيش حاجه تكملي. همجي معلش معلش معلش. كل يوم رجاله تضرب بنات ونقول معلش، كل يوم رجاله تبهدل ستات ونقول معلش. رجاله 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 خلاص خلص النظام ده اللي راجل ولا ده اللي حيطه ده انتهى. احنا دلوقتي على نظام سترونج اندبندنت وومن. انت بس صلي على النبي مالك في ايه؟ متضايقه؟ مش ست اللي كانت بتضرب دي مش بنت جنسي؟ معلش معلش هو يعني اكيد ما يقصدش معلش يعني لا اكيد يقصد عشان هو القوة البدنية بتاعته اعلى اطول فيمد ايده عادي فاهم؟ بدنية ايه بس و... ايوه هما الرجالة عاملين كده. الرجالة عاملين كده؟ اه معلش معلش وين معلش يعني معلش بتاع حضرتك ده يصرفها انا فين؟ قول لي انتوا بتعملوا ايه كرجالة انتوا بتعملوا ايه؟ كرجاله انتوا بتعملوا ايه؟ احنا بنعمل ايه كرجاله؟ ايه دي النيله كلت مطب. اه شفت 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 المطب اللي احنا خدناه ده؟ بالراحه طيب. شفت المطب اللي احنا خدناه ده؟ معلش. عارف ليه خدناه؟ ليه؟ عشان هو ذكر مش مؤنث. ذكر؟ ده لو كان مطبه ما كانش وجع لي عربيتي. افهمك؟ في انا مش فاهم بصراحه. يعني ايه مش فاهم؟ يعني ايه يعني؟ بقول لحضرتك انتوا بتعملوا ايه كرجاله؟ ايه ميزتكم في الحياه؟ احنا ستاد نشتغل ونتعلم وبنصرف بص كل حاجه زي انتوا بتعملوا بالظبط واكتر حبه يا يعني انتوا حتى لا بتولدوا ولا بتحملوا يعني ما بنشيلش مسؤوليه احنا ولا حاجه يعني انتوا اللي بتشيلوا كل حاجه مسؤوليه اه هي بتتشال منين بقى طب ما ماشي احنا ما بنشيلش مسؤوليه معلش طب ما انا عارف مسؤوليه اللي تشيلوها شيلين نفسكم بالعافيه بلانين احنا عارفين اللي فيه وحضرتك ايه يعني انتي حضرتك مرتبطه متجوزه يعني ولا لا 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 انا ارتبط راجل انا اصلا انا يعني. لا لا على قفا من يشيل على قفا من يشيل يا حبيبي يعني ايه على قفا من يشيل اه يا بابا الرجاله على قفا من يشيل مرميين في كل حته ممكن اروح اجيب وقتين من الرجاله اللي هناك دول كده ب 3 جنيه ونص انت ايه مشكلتك مش فاهم ايه مشكلتك مع الرجاله انا ما عنديش مشاكل مش مشاكل انا عندي مشكله ما عنديش مشكله انت ايه انت بقى عندك مشكله انا عندي مشكله اه عارف ليه ايه عشان انا معترفه ان احنا متساويين انما انت بقى مش شايف كده انت شايف بقى ان الستات قليله وان الرجاله بتشيل مسؤوليه مسؤوليه ايه مسؤوليه ايه يا راجل انت شايل بلوفرك بالعافيه الله الله عجبتك ضحكتك عبيطه بقى انا عبيطه يا ستي انا مش هحاسبك عشان شتمتني بكلمه اخرها ت مربوطه يعني شتيمه مؤنثه فعلى قلبي زي العسل انما لما تقول لي انت عبيط اتضايق طب معلش حقك عليا حقك عليا ممكن حقي عليك ممكن نخلص بس وانا حقي يبقى على ذكر على اخر الزمن ولا ايه هات لي واحده سته تسند عليها ولا حق عليها ايه ده انت في ايه ايه اللي فيه ايه اللي فيه تضربيني ولا ايه اضربك ليه وسخ ايدي ومديها على ذكر الله 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 اه احنا حالفين القسم ايه اللي حاطين القسم ايوه ما نوسخش ايدينا بمد ايديها على الرجاله كده ما نوسخش ايدي انا لا والله امال ايه طب يلا اجيب لك واحد راجل زيك بفلوسي مد ايده عليك صدق حتى انا في اكل عيشي ده في رزقي ده يا باشا عشان تبقى فاهم بس العربيه كده ما بركبش فيها زباين غير بص يعني بيكي قوي في اختياراتي بنقي بنتقي انما انا كل يوم كده واحده ست بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله عليها مدربه حيوانات قد الدنيا عشان كده تعرف تعمل مع الرجاله كويس يعني بوديها واجيبها كل يوم السر طب احنا هنفضل نرغي كتير ولا ايه طب مش هتوصليني يعني ولا ايه قصدك انها رغايه يا ستي خلاص خلاص حتى لو رغايه برضو اخرها تيه مربوطه مش زعلان الله امال انت فاكر ايه الو الو ايه يا يخرب بيت سنيك انت فين فيها كوتش مالك انا نسيت حاجه مهمه قوي عندك في العربيه رشا رشا مين رشا رشا انت معاكي زبون ولا ايه مع الراجل اه عشان كده رشا رشا التعبان الجديد ها ايوه عندي عرض انت فين دوري عليه دلوقتي حالا يا لهوي يا لهوي تعبان ايه يما شوفوني دلوقتي حالا وكلميني عندي عرض باي باي يخرب بيتك حدا حتى مش عارف اركب ادور عليه فين ده تعبان ايه اقفي 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 تعبان ايه فين فين تعبان ده تعبان ايه
اقفي اقفي، فين التعبان ده؟ اه لهوي يا ستي، اه افتحي. طيب استنى يا عم، افتحي لنا العربيه. يا طيب عم استنى يا عم، استنى يا عم. ايه بتقول؟ مش عامل لي فيها ذكر يا ستي، بتقول لك استحمل قوي. انت عبيطه ولا ايه؟ اقعد دلوقتي عشان ما نشوف النراشة. يا ستي انت عبيطه، افتحي يا ام الباب. اخلصي الرحمن دي مش متطعمه يا ستي. خلاصي مش متطعمه. انت بتتكلم ان رشا مش متطعمه يا ستي. خلاصي افتحي يا ام الباب. خد كلم رشا على الباب. لا اسود يا بنت تعالى تعالى كلم رشا. خد رشا تعالى كده اسفل الطريق. مقلب يعني صورة مع رشا. مقلب يعني والله العظيم. والله حقك علي، حقك علي. ما تزعلش مني. زعلان؟ انت كنت معنا في كريزي وومن. بص هنا قول انك مش حزين. قول 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 انا سعيد. انا سعيد. انت اسمك ايه؟ اسمي وليد. طب بتقول انا سعيد ليه؟ بص هنا كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. حذرنا وضحكنا وبسطنا صح؟ يبقى موافقين نذيع. صح؟ شكرا. صباح الخير. ايه في ايه؟ بكح. مش الرجالة بتكح كده الصبح؟ ما الرجالة بتكح كده الصبح الرجالة. طب انت اقدع مني انا في ايه؟ مكح. انا بقى اكح بسبب ومن غير سبب. لا بقولك ايه، بصي انا ما نمتش من امبارح والدنيا كلها ملخبطة في وشي. بلاش شغل الجيران ده عشان ما تطلعوش عليك. طب كويس حلو، انت مش بتستحمله برضو؟ هو بص انا مبدئيا يعني بحترم البنات اللي بتشتغل، بس آه. الشغلانه دي مش بتاعتكم. تمام؟ احنا اي شغلانه تبقى بتاعتنا. لا ازاي يعني؟ احنا اي شغل في الدنيا ببدع عشان يبقى بتاع الستات. انت شاربه حاجه ولا اونلي فور وومن؟ شاربه؟ اه انت شاربه حاجه ولا بتكلميني كده؟ وانا ما بشربش، بس حتى لو شربت ما يعبنيش عشان انا دلوقتي اقدر اعمل كل حاجه، عندي كل الصلاحيات. انت بتكلميني كده ازاي؟ الشغل ده اللي راجل ولا ده اللي هتدخل؟ خلص خلص. احنا دلوقتي إيه؟ على نظام سترونج اندبندنت وومن. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بقول لك ايه بالله، بقول لك الصح واللي حاصل. طب ماشي. طب بالله عليكي بس عشان انا مستعجل يعني، قصري ولخصي وانجزي معايا. مستعجل؟ اه. طب شفت عشان مستعجل ادينا لابسين مطب اهو. قولي ليه لبسنا مطب؟ ليه ان شاء الله؟ عشان ذكر ذكر مطب مش مطبة. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ فلازم يأذي العربية. لا لا يا الله. اه والله العظيم. بقول لك انت بتتكلم معايا كده ازاي؟ انت ازاي واحدة بنت بتتكلم مع راجل كده؟ انا عايز افهم. المفروض اقول لك بقى يا سيدي وانخ واعمل رقبتي كده وانا بكلمك؟ لا. ايوه. إذا انت اسمك ايه؟ اسمي حسين. ازيك يا حسين؟ أه سي حسين اخش بيك يمين، سي حسين اخش بيك شمال، سي حسين اخش بيك في العربيه بقى. ايه ده ايه ده؟ انت ازاي بتتكلم معايا كده؟ انت مين يعني؟ ايه انا مين؟ انت اللي مين؟ ايوه انت مين؟ حسين ومين؟ بقول لك ايه، اقسم بالله لولا انك واحده بنت لو كنت مسحت بيك ازاز العربيه. انا عايزك بقى توريني بدل ما انا اطوق بدقنك البربريز. طب اعمليها كده. طب ولو عملتها؟ ما انا عايز رجل. اشوف. ما انا عايز اشوف. لا ما انا راجل غصب عنك، ما تخلينيش بقى الا ادبي واشتم بقى. تقل ادبك عليا؟ اه عليكي. طب اعملها. لا 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 الله. طب وريني اخرك يا شقي. بصي يعني ما تقوليش. آه. بصي ما تأمرنيش. لا 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 الله. اه ربنا يصبرني، مش عارف ادكوا بس ولا دي. انا بسمع كلام ابويا بالعافيه عشان اسم ابويا وخليه. طب اقول لك ايه، اقول لك ايه، قصري معايا بالله عليك عشان انا العمليه مش حامله معايا. يعني ايه حامله؟ وانت بتعرف تحمله؟ تحملوش انت يا حبيبي. بلاش قله ادب، بلاش قله ادب. لا تعرف تحمله، لا تعرف تخليك قله ادب. ايه ده؟ انا عشان خاطر ما قلش ادب عليك. انا بصي انا ماسك، انا ماسك لساني. انت قلت لي سفاله؟ انت قلت لي سفاله؟ تعرف من بقك قلت لي سفاله؟ مش هتضايق. عارف ليه؟ ليه؟ عشان اخرها ته مربوطه. شتيمه مؤنثه. بكلمك بامانه. طب بقول لك انما كلمه سافل بس كده طبعا دي قله. والله العظيم انا لساني، انا لساني طول قد كده، انا ماسك لساني بالعافيه. طب بالله عليك قصري. افرد لسانك 7 متر قدام ولا تسد ولا تمد ولا تاكل ولا تشرب. انت بعرفك منين؟ بس انت منين بس قولي لي؟ شبرا. شبرا اه اجدع ناس. بعدين ما يخصكش منين؟ عارفه والله. لا مش عارفه. آه.
يا رب. لا ايه ده مش عارفه ازاي؟ لا انا عارفه طبعا، وانا في حاجه ما اعرفهاش، انا سترونج اندبندنت وومن. لا ذكر. انت مفكر ايه؟ ذكر يا شبح. ده كده كده يا بابا. اه ما تقوليش ذكر، اسمي ذكره. اه تعجبني. لا مش عجبك؟ اه جننت ولا ايه؟ مش ضروري اعجبك. ما انت عجبني. وانت فاكر ان انا بكتدي عشان اعجبك؟ لا اوعى تعملي، بص شويتين دول مش هيخيلوا عليا. اسمها بونطه. بونطه؟ اه لا جدع. اه لو انت دايره من لسانك بس كده اديني بعرفها لك. جدع وشاي. عشان انا مفكر نفسك اور. انت يا الشغلانه اللي انا بركب فيها رجاله العربيه دي مش لازماني، عشان لما اغزل لما استرزق استرزق من واحده ست زيي. هو مبدئيا انا ما شفتش واحده ست راكبه تاكسي وبالسوق تاكسي، بس كونك انك تعملي شويتين دول عشان خاطر تتعايشي وتمشي حالك مع الرجاله. بجد مش فاهمه، في حاجات كده بتزن في وداني، صوت عامله كده سامعه كده كان في زازازان كده في الهواء. ده انت شكلك شاربه طينه كمان، يعني شاربه وجايه تطلعيهم عليا انا. شايف اي حاجه في الدنيا فيها انبساط اخرها ته مربوطه شاربه، انما شارب بس يبقى شنب شكله مقرف كده. ده زيك صح؟ ايه ده ايه ده ايه ده، انا عندي شارب انت اللي عندك شارب. ما احنا عشان انا راجل. ما انا ما عنديش. طب ماشي، وانت هتقارن نفسك بالرجاله؟ انا اقارن نفسي بيهم، انا افضل بكتير. انت حيالله انا احسن شاب. مش من لاقي. بصي اقارن نفسي بحسين مثلا. مين حسين؟ طب ما تقليش ادبك بس. بص ايوه 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 مين في الكوتشينه؟ ما تقليش ادبك عشان ما اقلش ادب عليك، انا برضو ماسك لساني لحد دلوقتي. تقل ادبك ازاي بس يا اسطى؟ انا لسه قايله لك همسح بشعر دقنك ده بالبربريز بتاعي. طب بس والله عارفه، اقسم بالله اقسم بالله كمان مره لولا انك واحده بنت كنت مسحت بيك ازاز العربيه. بتكح؟ لا ده حلو قوي 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 كمان. طب اقول لك كح كده زي مش انت بتقف الصبح كده تكح كده. ايه بقول لك ايه، انا مش هكتر مع واحده بنت، انا عارف لو انت راجل كنت عملت فيك ايه. معلش ربنا يشفيك. انا هلغي الرحله دي ونزليني لو سمحت. معلش يا استاذ حسين، نزليني وانا هكتب فيك تقرير زي لشركه اوبر عشان تشغل واحده زباله زيي. ما بتعرف تكتب؟ بتعرف تقرا؟ بتعلم. لا 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 نزلي لو سمحتي. بتعلم؟ انا ما ركبش معايا حد لسه بتعلم. ده انا اشوف انا نظامي مع الشركه دي اخرت ان انا اركب في حياتي الرجاله. لا 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 اشكال زباله. اشكال زباله زي. عارف حتى كلمه زباله دي مش مدلياني. ده انا اول مره اشوف واحده اساسا شغاله اوبر، مش شغلانه رجاله دي. ايه اللي شغال؟ انتوا جنس ناعم. رجاله ايه؟ اللي شغالكم ايه؟ اللي شغالكم الشغل الخشن ده؟ رجاله يعني ايه رجاله؟ انت فاكر الناس كست مش عارفه ادافع عن نفسي ضد اسلوبك اللي مش عاجبني ده؟ مش هشتم عشان انا محترمه. ما هو باين عليك قوي انك محترمه. غصب عنك يا استاذ حسين. باين عليك قوي. غصب عنك يا استاذ حسين. وانت ايه اللي شغالك شغل الرجاله ده؟ انت مالك؟ ده الجنس اللي سؤال. ده اخره المطبخ. انت جوزي؟ اخره جوزي علشان تتحكم فيا؟ واساسا انا ما استنضفش ان انت تكوني مراتي. ان شاء الله تجازيك عقربه عشان تعرف ان الله حق باذن الله. مش هرد عليك مش هرد عليك. انت عشان ما تعرفش. طب لو سمحت كده، لو سمحت حسين حضرتك اخرك تمسك الفرشه بتاعتك الصبح سرح بيها دقنك اللي عايزه لو سمحتي مش هرد عليك برضو. بطلي قله ادب وسفاله قوي كده. فكرتي مش عارف ادافع عن نفسي ولا ايه؟ يا ستي لا انا عارف ادافع عن نفسي. انا مش هرد عليك. بصي اخرت قله الادب دي. الغي عارفه نزليني كده شوف هتعملي ايه. بس 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 مش عايزه كلام كتير. كانت زباله على الصبح عشمنتيني وعتمت عليا اليوم يا شيخ. ثواني بس ثواني. طب افتحي بس الباب. افتحي الباب ونزليني. افتح انا بباب. طب اقول لك افتحي الباب بدل ما اكسر عليك العربيه. اه اتكسر عليا العربيه؟ اه اكسر عليك العربيه. هتعرف تكسر عليا العربيه؟ اكسرها عليك وعلى اللي خلفوكي كمان. يعني. انت بتكلمينا؟ طب وريني بس هتعملي ايه؟ شوفي اخرك ايه؟ هكون بكلم ايه؟ انا بكلمك انت. طب انزلي لي كده انزلي لي. انزلي بقى انزلي يا باشا. خد يا رشا. ايه القرف ده؟ استني هنا يا بس 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 بس. ايه اللي ايه اللي انت بتعمليه ده؟ اه ماما. ايه ده ايه ده ايه اللي انت عملتيه ده؟ سيكو يا استاذ حسين. ايه اللي انت عملتيه ده؟ استاذ حسين يا شيخ يا رشا دي التعبان بتاعي. حقك علينا يا استاذ حسين. مش عايزك زعلان؟ والله انا قايل لك صح، ما انا ما نايمش من امبارح يا جماعه، ما مش وقت الزر. بص هنا بص هنا كمان. وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. وقول انك مش زعلان. مش زعلان يا جماعه والله، بس ده ما يحصلش كده يا جماعه. ولا مني ولا من رشا. ولا رشا برضه رشا تاني. ولا منك ولا من رشا. وقول انك موافق ان زيع زيعوا.